ربنا يرحمها يا رب. الله يرحمها. منذ فترة طويلة ومدام مجدة عز، ودائما الدكتور حسن مصطفى بيتذكرها بكل خير. لا طبعا. صاحبة حضرتك في مشوار طويل، ووقفت جنبك في مواقف طبعًا كتيرة. طبعا طبعا. يعني الله يرحمها الدكتورة مجدة، كانت يعني زوجة وأخت وصديقة وحبيبة وكل حاجة. يعني في الحقيقة يعني برضو أنا لسه من حوالي أسبوعين ثلاثة كده كان عامل لها تكريم في الأوبرا. فأنا بحب أن أشكر يعني أكاديمية الفنون، وبحب أشكر معهد البالي، معهد عالي الباليه، أستاذ عاطف عوض العميد دلوقتي. في الحقيقة مجدة يعني كان ليها بصمات كبيرة جدا، لأنها درست في روسيا، قعدت 11 سنة تدرس في روسيا الباليه، وبعدين لما رجعت بقت عميد في المعهد عالي الباليه، وبعد كده ترقت وبقت نائب رئيس الأكاديمية. اللي أنا عايز أقوله إن هي في الحقيقة يعني كانت قيمة وقامة كبيرة جدا، وخصوصا على مستوى في الفن والباليه وكده. تعرفتوا على بعض في النادي الأهلي؟ في النادي الأهلي. تعرفنا على بعضين في النادي الأهلي. فالله يرحمها يعني في الحقيقة يعني كنت سعيد جدا، لأن كل الناس تلميذتها كلهم كبروا طبعا دلوقتي. كلهم كانوا بيجيبوا سيرتها، السيرة العطرة بتاعتها وعملت ايه، وكان البصمات بتاعتها ازاي. كان الباليه في البدايه كان طبعا مشكله انك تمارس باليه وكده، خصوصا لما تبقى بنت. ففي الحقيقه كان يوم جميل بالنسبه لي، اليوم اللي انا رحت فيه الاوبرا. احب برضه اشكر مدير الاوبرا، فالله يرحمها، عملت شغل كبير جدا، وكانت بتحب الناس والناس بتحبها جدا، وساعدت ناس كتير جدا في بداية حياتهم. يعني أنا شايف إن لغة النجاح هي لغة الدكتور حسن مصطفى، بس الدكتور حسن مصطفى بيتكلم كم لغة تانية غير لغة النجاح؟ بتكلم طبعا عربي، إنجليزي، فرنساوي، وألماني. دي اللغات اللي أنا بتقنها. ده فادك كتير وحضرتك رئيس الاتحاد الدولي. طبعا. زي لما أنا بقول لساتك، كنت أنا برضو اللي فادني أكتر كمان اللي هو الحتة بتاعت اللاعب ومدرب وحكم. على المستوى فادك بعد كده في القرارات بتاخدها وحضرتك قاعد على الترابيزه. اليوم المشغول الدكتور حسن مصطفى، حضرتك بترأس اتحاد دولي، اتحادات كتير، مشاغل كتير، يوم الدكتور حسن مصطفى بيمشي ازاي؟ لا انا بيومي باستمرار، انا عندي طقوس. طقوس لازم ابدا يومي الحمد لله بالرياضه. وبعدين بعد كده بعد الرياضه بقى بخلص الرياضه، وبعد كده اروح المكتب. لان طبعا انت عارف حضرتك انا قاعد في سويسرا، يعني في سويسرا اروح المكتب، وبعد كده يبدا الشغل بقى والاتصالات والاجتماعات وكده. وطبعا اغلبيه وقتي في الطياره، يعني بسافر كتير. واحنا النهارده برنامجنا اسمه برنامج رد الجميل. احنا جايين النهارده لحضرتك عشان نرد لك الجميل، بس بخمس لغات بقى. لا انا يعني رد الجميل طبعا، انا اللي عايز اشكر حضراتكم على الستاف اللي موجود كله. على انه انا ادوني فرصه ان انا اكون موجود معاكم في قناه النادي الاهلي. لا احنا اللي تشرفنا، قناه الحبيبه النادي الحبيب. وبعدين برضو احب ان انا احنا ما جبناش سيره، انا عايز اقول برضو ان قيادات الاهلي الناس على مستوى عالي جدا، من المسؤوليه، تحمل المسؤوليه والالتزام والانضباط والديسبلين. دي حاجة في النادي الأهلي بداية من الله يرحمه كابتن مختار التيتش، وبعد كده جه كابتن صالح، وبعد كده كابتن حسن حمدي، وبعد كده كابتن محمود الخطيب. يعني الناس بتتعلم من بعضها القرارات، وبتتعلم ازاي الصح والغلط. فدي حاجة، دي حاجات موجودة في النادي الأهلي أساسية، مبادئ وأخلاق. اتعلمناها ومحدش، وعلشان سيادتك تكون في الصورة، يعني لو في واحد بيتحيز للنادي الاهلي من اي اتحاد، النادي الاهلي لا يقبل. حقيقي لا يقبل، يقول لك لا ده مش حقنا. ده الناس يعني هو ده، دي الرياضه اللي احنا بنتكلم عليها في الحقيقه. بعد المشوار الطويل للدكتور حسن مصطفى، المشوار اللي ابتدى من السيده زينب